بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. هذه الحلقات الجديدة كما وعدناكم سابقا سنركز فيها على تدريب الطفل المتوحد منزليا. الحقيقة الغاية من تلك الحلقات اللي راح نبدأ فيها اليوم هو عدم وجود كثير من حلقات التدريب باللغة العربية ومتوفرة للأهالي اللي أطفالهم مصابين في التوحد. كثير من المعلومات اللي راح تقال في هذه الحلقات الحقيقة مأخوذة من ثلاثة أطباء معروفين مسؤولين عن مركز في أمريكا عن تدريب الأطفال المصابين في التوحد. نذكرهم هنا على يعني فقط للذكر: دكتورة سالي روجرز ودكتورة جيرلادين داوسون ودكتورة لوريا فيسمارا. كل هؤلاء الثلاثة لديهم كتاب معروف على الإنترنت اللي هو البداية المبكرة لطفل المصاب في التوحد واستخدام الأنشطة المنزلية اليومية لتعليمه كيفية التواصل والتداخل الاجتماعي اليومي والتخاطب. الذين لديهم قدرة باللغة الإنجليزية يمكنهم شراء الكتاب أيضا من خلال موقع الأمازون. فالغاية من تلك الحلقات الحقيقة تبسيط أفكار تدريب الأطفال المصابين بالتوحد، تبسيط المعلومات للأهالي وتحويلها إلى لغة مفهومة مبسطة وتعريبها، لأن الحقيقة في اليوتيوب قليل من الحلقات موجودة في تدريب الأطفال، ويجد الحقيقة كثير من الآباء صعوبة في الوصول للمعلومات. فنبدأ الآن الحقيقة في معلومات أساسية. في الحلقة الأولى سنركز على الأسس العامة لتلك الحلقات اللي هي احنا ناويين أن نعملها 30 حلقة. سيكون البدايات في العشر الأولى أن نحاول أنه نختزل المعلومات ما أمكن في 10 حلقات حتى يتمكن الأهل الذين ليس لديهم صبر كبير على معرفة صورة شاملة على استخدام الفعاليات اليومية بالنسبة للأطفال وتحويلهم وتدريبهم مبكرا حتى قبل سن المدرسة. فبالتالي هذه الحلقات الأولى ستكون مركزة ولكنها مختزلة أيضا. أما العشرين حلقة الأخيرة فسنبدأ بالدخول بالتفاصيل للذين يجدون بأن ذلك نافع لهم فعليهم التواصل معنا. قد نتحدث بتلك الحلقات وقد نطيلها اعتمادا على استجابة الناس وعلى طلبات الآخرين وعلى قدرتنا في اختزال الموضوع أو تطويله حسب ما الله يفتح علينا. ابتداء أيها الأخوة، بالنسبة للتوحد أكيد الكثير من الناس يعرفون التوحد، ولكن الحقيقة التوحد ككلمة أصبحت كلمة منفرة لكثير من الناس. تعريفا التوحد هو طبعا اضطراب أو ضعف في النمو العصبي يؤدي إلى ضعف في جهتين في القدرات البشرية. أول الأشياء هي التواصل، وخاصة التواصل الاجتماعي. طبعا التواصل يشمل اللغوي وغير اللغوي، والقدرات التواصلية الأخرى اللي هي أداتنا في أن نبحر في المجتمع ونعمل وبالأخير نتعلم. فبالتالي اليد الأخرى الأولى للتوحد هي ضعف القدرات التواصلية اللغوية وغير اللغوية وكل أدوات التواصل الأخرى اللي تشمل طبعا بالإنجليزي يسمونها non-verbal communication. والشق الثاني هي وجود ما يسمى بالسلوك التحددي أو restrictive behavior أو التكراري. يعني هناك شقين: شق صعوبات تواصلية لغوية وغير لغوية، وشق يعني بقاء على التكرار وعدم قدرة على التغيير. السلوك اللي يخليك أنت في اتجاه معين، سواء كان تصرف أو سلوك أو بيهيفير أو أكل أو شرب، هذا اللي يخليك أنت كأنما وعندك طقوس وآلية وصعب عليك التغيير. هذا الشق الثاني اللي هو من التوحد. هذين الشقين نفسهم اثنينهم يشتغلوا مع بعض يؤدون بالنتيجة إلى عزلة هذا الشخص المصاب بالتوحد عن المجتمع
وبالتالي يمنعونا عن الإبحار والتعلم، لأنه أساسية التعلم عند الإنسان هو قدرات التواصلية ومرونة حركته في المجتمع. فإذا تحدد في قدرات التواصلية وتحدد أيضا في تصرفاته وفي سلوكه، بحيث ما يمشي إلا من نفس الطريق، ما ينام إلا بنفس الطريقة، ما يأكل إلا أكل محدد، ما يلبس، راح يصير عنده التحدد. التحدد سواء كان في المحددات السلوكية التكرارية أو كان في قدراته على استقراء الآخرين، على التخاطب مع الآخرين، اثنينهم يشتغلوا مع بعض راح يخلون هذا الشخص يعيش في ما يسمى ببالونة التوحد. طبعا هذه البالونة اللي تخليه معزول عن المجتمع هي تكون سميكة كلما تكون أعراض التوحد شديدة، وتكون خفيفة كلما تخف شدتها. وبالتالي نحن في أكبر هم لنا الآن في هذه الحلقات، كيف نستطيع أن نفقع تلك البالونة، كيف نستطيع أن نكسر تلك المحددات، سواء صعوبات التواصل أو المحددات السلوكية، حتى نسمح لهذا الطفل منذ بداية عمره، منذ حتى سنته الأولى، أنه يبحر ويتعلم. لأننا الحقيقة نتعلم من خلال التواصل مع الآخرين والتداخل مع الآخرين، فبناءنا المعلوماتي يكون غزير جدا من خلال تداخلنا مع الآخرين في سنيننا الأولى. فكلما نكون أقل تداخلا فتكون لدينا أقل فرصة في أن نبني معلومات، وهذه المعلومات اللي هي تفيدنا في أن نعيش بنجاح في المستقبل وبسلاسة، ونصل إلى أهدافنا وبصورة أيضا مرضية وبصورة مستقرة نفسيا، وبالتالي بصورة أيضا سعيدة، نستطيع أن نبني بعدين حياة زوجية وعمل وعلاقات اجتماعية، كلها تعتمد على تلك الصفات اللي ذكرناها. هذا تعريفا. النقطة الثانية في التوحد يعني الشدة مالته، يعني تكلمنا بأن قد تكون هناك، يعني قد يكون فيك من كل أعراض التوحد القليل القليل، فأنت يعني تمضي بدون أن يلاحظك الناس، ولكن لديك شخصية توحدية، أو قد تكون الحقيقة لديك جزء من تلك الصفات وليست كلها، فتكون لديك صفات توحدية. فبالتالي هؤلاء الناس اللي يقعون على صيغة التوحد الشديد، اللي هو الضعف اللغوي والضعف التواصلي والطقوس الخاصة والحركات الخاصة، وهذه الصعوبات اللي موجودة في التوحد الشديد، وقد تكون لا لديك لغة لكنك لديك صفات بعضها فيها الغرابة، لديك طقوس، لديك انزعاج، لديك تحسس زائد من المحيط من الأصوات، فهذني يعتبرن صفات توحدية قد يصاب فيها كثير من الناس، ولكن ليس بالضرورة أن يكون فيها ما يكفي ليكون التشخيص بأن الشخص مصاب، لكن كليتنا قد يكون لدينا صفات توحدية. وبالتالي إذا ذكرنا بعدين آلية التشخيص راح يشوف كثير من الناس أنه قسم من تلك الصفات قد تكون لديهم أو لدى أولادهم، فلا يحتاج أنه شخص يأخذ يعني يخاف كثير، لأنه البشر معظمهم عندهم تلك الصفات، ولكن إذا جمعت كلها وأعطت خاصة شدة راح تدخل في خانة التشخيص اللي بالنتيجة تحتاج مساعدة سواء طبية أو مساعدة تدريبية. بالنسبة لأهمية التشخيص المبكر، الحقيقة نذكره هنا على سبيل الأهمية، لأنه الحقيقة التشخيص المبكر وإن كان الكثير من الناس يعني يتألمون كثيرا عندما يسمعون بأن أطفالهم مصابين، أو حتى وإن بلغوا بعضهم إلى سن الرشد أو أكبر وبعدين عرفوا بأنهم لديهم متلازمة أسبرجر أو ما يسمى بالتوحد عالي أو عالي الأداء أو عالي الوظيفة، فراح يصابون في البداية بالألم والاكتئاب، لأنه طبعا تأتي إلى البال كثير من المصاعب وأيضا مع المشكلة الاجتماعية. لكن في الدراسات أثبت بأن الشخص سواء كان شخصيا هو اللي فيه عنده توحد أو محيطة، أنه عندما يتم تشخيصه مبكرا يعني يحصل بعد ذلك على فائدة كبيرة، من خلال أولا أنه يستطيع الأهل أن يفهمون التصرفات الغريبة عند الطفل، وبالتالي أيضا يعذروه وما يستخدمون معاه الشدة ولا يبدأون يجبروه بطريقة عشوائية. طبعا النقطة الثانية أنه التدخل المباشر من أجل تعديل السلوك التوحدي إلى سلوك طبيعي، من خلال استخدام العلم ومن خلال استخدام التدريب ومن خلال استخدام يعني المتابعة العلمية مثل هذه الحلقات أو غيرها، ومن خلال مراكز التوحد في الحالات الشديدة.
طبعا ايضا اذا تم تشخيص الطفل المتوحد مبكرا ايضا راح يحصل المفروض دعم حكومي في المؤسسات اللي معروفه في الدول المعروفه، وايضا يحصل الى دعم الاقرباء، فيحتاج الانسان انه يقفون مع الاقرباء الحلقات المحيطه، خاصه اذا ابتلي باحد الاطفال بانه مصاب بهذا الاضطراب اللي حقيقه يستنزف كثير من طاقات العائله، ونسبة كبيرة من المشاكل العائلية تقع عند العوائل الحقيقة اللي يصاب ابنهم، خاصة في التوحد التوحد الشديد اللي خاصة يكون فيه صعوبة باللغة وصعوبة بالسيطرة على التصرفات، فبالتالي يحتاجون هؤلاء العوائل لكثير من الدعم اللي مفروض يصير من خلال الدعم الحكومي، الدعم الصحي، من خلال أيضا الدعم الاجتماعي. فبالنسبة لهذه الحلقات الحقيقة مركزة على نقاط كثيرة. أولا فائدة من هذه الحلقات أنه المقصودين فيهم من درجة الأساس الأمهات والآباء، طبعا أو الذين يعطون الرعاية الأولية للأطفال المصابين في التوحد. أيضا ممكن أن يستفاد من هذه الحلقات المعلمين والمعلمات في مراكز التوحد، وأيضا ممكن أنه يستفادون المعلمين والمعلمات في المدارس العائدية من خلال رصد صفات التوحد المبكرة، وأيضا إرسالها إلى الأطباء المختصين حتى يعني يبدأ، لأنه بعض مرات يغيب على الآباء والأمهات تلك التصرفات بسبب بعض عدم وجود مثلا ثقافة بالموضوع. طبعا بصورة عامة أيضا هذه الحلقات تنفع البالغين المصابين بصفات توحدية من أجل تفسير صعوباتهم اللي يعيشوها واللي يواجهوها في الحياة، وبالتالي يفهمون ذاتهم أكثر، ثم بعد ذلك يتعاملون مع نقاط ضعفهم من أجل أنه يعالجوها، وأيضا يستخدمون نقاط القوة اللي فيهم. بالنسبة للجزء الآخر نذكر هنا ما هو الفرق. طبعا الطفل العادي الغير مصاب في التوحد في الغالب لديه صفات يعني تختلف عن الطفل المتوحد، الخلافات طبعا كثيرة، لكن نوجز هنا شغلتين. الشغلة الأولى، ما هو الفرق بين العقل التوحدي والطفل اللي ما فيه توحد؟ طبعا الكلام يطول في هذا الموضوع، لكن اختصارا أنه الطفل التوحدي يعني هناك فيه نظرية يقال أنه خلايا الدماغ أكثر عددا، وبالتالي يستقبل المحسسات سواء كانت المحسسات الخارجية، الأضوية، الأصوات، السمع، المحسسات كلها، أو الأفكار الداخلية يستقبلها بقوة أعلى من الآخرين، وبالتالي هذا هو اللي يخليه في صيغة معينة يتحسس من الصوت، يتحسس من السمع، هذا ذاكرته قوية. أيضا الفكرة الداخلية تخليه يتحول إلى وسواسي عند رغبة بأنه يكرر الأشياء. فإذا هناك كثرة في الخلايا العصبية تؤدي إلى قدرة استقبال أوسع من الطبيعي، تؤدي إلى مشاكل، ولكن يعتقد بأن التواصل بين تلك الخلايا على شكل ألياف يكون أقل بالنسبة بالمقارنة مع تلك الخلايا، وبالتالي التواصل بين أجزاء الدماغ ومراكز الدماغ يكون أقل كفاءة، وبالتالي الفكرة الاستنباطية تصبح أصعب عند الطفل المتوحد وحتى البالغ المتوحد، والاستنتاج التخيل يصبح صعب، قدرته طبعا على استقراء المشاعر يصبح صعب. فهذه فكرة مبسطة على فكرة العقل التوحدي من الناحية التشريحية أو الباثولوجية، ولكن هناك تفاسير كثيرة في الموضوع ما نريد أن نخرج منها. بقى هناك صفات يعني بالطفل التوحدي ممكن أنه تختلف، يعني الطفل التوحدي اللي هو يعني بعد في سنين الأولى يعني هو أيضا يلعب، ولكن يلعب بطريقة مختلفة عن الطفل العادي. الطفل العادي غالبا ما ينظر للناس، يستمتع بالنظر إلى الوجوه، يستمتع بالمشاركة مع الأطفال الآخرين، يستمتع بالكلام مع الآخرين أو التواصل مع الآخرين. فبالتالي كل الألعاب يعني اللي يسويها الطفل في بداية عمره العادي تكون الحقيقة مختلفة عن الطفل التوحدي. الطفل التوحدي يلعب بطريقته، يعني على سبيل المثال الطريق الطفل التوحدي لا ينظر إلى الوجوه، لا يهتم بوجود أشخاص حوله، ولكن يعني تراه مثلا ينظر على الضوء مثلا، فعينه على الضوء وهو أيضا يلعب مع الضوء، فترى مثلا يرفع رأسه إلى الفوق وإلى التحت
بهذه اللعبة الحركة البسيطة، الغاية منه يريد أنه يبصر زاوية سقوط الضوء على عينه، فهو يلعب بلعبة. أو تلقيه مثلا يعني مثلا تلقيه مثلا إذا كان طفل صغير يعني يلف في لعبة ويبصر على حركة الدوران هذه، يتأمل فيها. أو تضع يده، يضع يده على الماء ويرى كيف أنه ذرات الماء أو قطرات الماء كيف تخرج، فينظر على الأشياء أكثر مما يهتم بالأشخاص. فبالتالي الطفل التوحدي من يكون يعني اهتماماته يعني ليست يعني مثلا حتى أن يفر رأسه في الهواء، غايته أنه يجي يعني يحسب بعد رأسه عن الأشياء، فهو عبقري الطفل التوحدي في حركاته. لكنه مشكلته أنه هو لا يتداخل مع الأشخاص، لا يتداخل مع الأم كثيرا، مع الأب، مع الأخوته، مع المحيط ماله، لا يحب النظر معهم، لا يتداخل. وبالتالي يصنع له عالمه الخاص من خلال اهتمامه بالأشياء وانقطاعه عن الآخرين. وطبعا سيبدأ متعمق في تلك الأشياء ويكون ضعيفا في محيطه، لا يهتم للآخرين، لا يشاركهم. يعني طفل ما يتباهى، ما يستعرض، لأنه لا يهم الآخرين، لا يتبادل المشاعر مع الآخرين، لا ينظر إلى الوجوه، يعني ليست كلهم ولكن بدرجات. أيضا يعني تلك الصفات الاجتماعية لا يؤشر على الأشياء. ففي كثير من الصفات، هذه عوارض بسيطة نذكرها هنا فقط. فإذا في صفات الطفل التوحدي: لا يهمه إسعاد الآخرين، لا يشارك خبراته ولا يشارك مشاعره. يعني الطفل العادي من عنده لعبة يقول لك يجي شوفك إياها، يعني من يسوي شيء يقول لك بابا سويت هذا، شوفه رسمه، رسمته. هذا الاستعراف، هذه مشاركة مشاعر، حتى أنت تفرح حتى هو. فبالتالي الطفل التوحدي ما يهتم بالآخر، وبالتالي ما يهتم حتى في أنه يعني يأخذ الأوامر من الآباء، فما يريد يسعدهم، ما يشعر بأنه إذا طاعهم يسعدون ويفرحون. طبعا يركز على الأشياء ويركز على الظواهر تكلمنا. وطبعا راح نتكلم الآن يعني ولو الوقت يطول، ولكن هناك أسئلة مهمة جدا تدار يعني من البدايات. طبعا احنا سنتكلم في حلقات لاحق عن التشخيص الدقيق، ولكن الآن راح نعرج ما هي الأسئلة اللي تسأل عادة للأب والأم، اللي هي غالبا ما يسألها الطبيب لمعرفة أنه هل الطفل مصاب في التوحد أم لا. واحنا راح نقول يا اخوان التوحد ليس هو طيف، ليس هو يعني قد يكون الطفل فيه توحد شديد وحقيقه يهلك الاهله، وهذا ظاهر للكل وتشخيصه واضح والجميع، ولكن قد يكون مصاب في جزئيه او 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 خلينا نقول نسبه بسيطه من التوحد، ولكن يصعب على الناس تشخيصه في هذه الحاله. فبالتالي هناك اسئله راح نذكرها فقط مرورا، وإن شاء الله في الحلقات ندخل في تفصيل دقيق لها، ولكن لأنه مقتضيات الدخول في الموضوع أنه يجب أنه نذكر كيف يتم تشخيص الطفل المتوحد. طبعا هذه الأسئلة تسأل، السؤال الأول: هل يحب الطفل اللعب مع نفسه أم مع الآخرين؟ طبعا الكل يعرفون أنه كلما يكون الطفل راغب في أن يلعب مع الآخرين هذه تبعد عن شبهة التوحد، وكلما يكون يلعب مع نفسه طبعا هذه صفة سلبية. زين، من يكون يلعب مع الآخرين، في يلعب مع الآخرين لكن هل يلعب بجانبهم ما يندمج معهم أم يندمج معهم؟ هذه مهمة، قد يكون يلعب مع الآخرين لكنه هو يلعب بلعبته بعيدا عنهم. من يلعب هل يبصر؟ هل يتواصل بصريا؟ هذه أيضا نقطة مهمة. النقطة السؤال الرابع: هل يشارك خبرته؟ يعني من يجيب اللعبة يشوفها للطفل الثاني، يسوي شغلة يجي يشوفها، يجي يشارك، يجي يهتم بالآخر، هذه أيضا صفة مهمة. إذا بقى وحده شو يسوي بالفترات اللي يبقى وحده؟ هل يعني ينهمك بتكرار؟ مثلا لاعب يلعب بلعبه واحده رايح جاي باللعبه بقطار بشيء لازم فد شغله بيده بس هي يبقى فيها ساعات، هذه علامه ايضا سيئه. السؤال السابع: هل يهتم لمحيطه؟ يعني ينتبه على المحيط مالته، ينتبه على يعني يهتم للام، يهتم للاب. هل يتعلق باشياء بصوره يعشقها؟
يعني مثلا يعشق لعبة بحيث إذا تأخذها منه يقوم يبكي ويعيط. هل هو لديه طقوس معينة؟ يعني الطقوس المعينة معناها مثلا يعني يأكل بطريقة معينة، يجلس بطريقة معينة، إذا مشى مثلا مثلا الأكل يريد يخليه مثلا ما يطخ مع بعضه أو يخليه بطريقة معينة، أو إذا لمس شيء ينزعج، هذه طقوس. أو مثلا يعني إلا يقعد بطريقة معينة، هذه كلها تعتبر يعني يعشق طقوس معينة. هل لديه حركات تكرارية؟ الحركات التكرارية معروفة، إن كانت في اليد أو كانت في الرأس أو كانت الحقيقة المشي على رؤوس الإصابع أو كانت مثلا يعني حركات مثلا يعني يسوي حركة بتكرار. المهم هذه الحركات إذا تكررت بتكرار وكأنما يعني يرتاح من يسويها تصبح هذه علامة سلبية. طبعا بصورة عامة الطفل أيضا توحدي يقفز كثيرا، لا ينتبه لمحيطة من الخطورة، يتأرجح كثيرا يعني ساعات، أو قد يحبو كثيرا، أو يجلس بمكانات طويلا تحت القنفات تحت الطاولة بس طويلا. يعني الأطفال كلهم تصير عندهم هذه الصفات، لكنه إن كانت تلك الصفة ملاصقة ولفترات طويلة وبتكرار تصبح هذه صفة مميزة وسلبية. هل الطفل يستجيب عندما تنادي باسمه؟ طبعا بعض الاطفال الحقيقه واضح انه يتاخرون بالاستجابه وبالتالي يتم تشخيصهم بصوره سهله، لكن بعض الطفل تلقيه يجاوب اذا كان ما مشغول، بس اذا انشغل بشغله يحبها لعبه ما يجاوب، هذه ايضا صفه سلبيه لانه هو يسمعك ولكن تركيزه على اللعبه اللي يحبها اكبر من قدرته على انه يجاوبك. وطبعا لها علاقة بعدم اهتمامه، لأنه حتى يجاوبك لازم يشعر بأن أنت مهم ولازم يريد يسعدك، فبالتالي هو he don't care ما يهتم لك، وبنفس الوقت أيضا هو منشغل بشيء يعشقه، وبالتالي هنا الحقيقة الطفل مو ما يسمع سمع طبيعي ولكن لا يستجيب، وحسب شدة التوحد فيه لا يستجيب، وحسب أنه الموقع اللي هو قاعد فيه إذا كان متعلق بشيء وجالس يلعب فيه ومنهمك فيه طبعا التأخر يصير أشد. هل لديه تحسس من الصوت؟ يعني أطفال يتحسسون الصوت مثلا مكنسة كهربائية، سشوار، يعني قرقعة، يعني هناك تلاصق بين معروف أنه هذا الطفل من هذه الصوت يعني ينزعج. هل هو يتحسس من الازدحام؟ بمعنى يكره الذهاب إلى المولات، يكره الذهاب إلى الحفلات، يكره يعني المناطق اللي فيها ازدحام بشري أو ضوضاء أو أصوات، هذا يعتبر أيضا تحسس. هل يحب الطفل النظر إلى الأشياء التي تدور؟ معروف أن الطفل التوحدي يحب الدوران، فإن كان ينظر إلى المروحة، إن كان ينظر إلى تاير اللعبة، إن كان ينظر إلى مكانات اللي فيها دوران يتمتع والنظر كثير، طبعا هذه نوع من الارتخاء يحس فيه الطفل اللي فيه عنده صفة توحدية هذه. طبعا أيضا هل لديه حاسة شم قوية؟ أقوى من الجميع، يشم الرائحة أو يعني يكره روائح بشدة وبتكرار، ويعني صايرة صفة ملازمة غالبا ما يعني يشمئز من بعض الروائح بطريقة غريبة. أيضا هل يكره مثلا التحسس اللي يصير من السلوك العادي مثلا غسل الوجه يعني بقوة وبتكرار ويكره غسل الوجه، أو تفريج لأن هنا تفريش الأسنان له علاقة بالتحسس أيضا هل يكره أن يحضن من الآخرين؟ هل يكره أن يقبل بحيث يبتعد يهرب من تريد تحضنه تقبله؟ هذه صفات كلها أيضا تعني أن هناك تحسس جسدي اللي هو سنسري هايبر سنسيتيفيتي. أيضا هناك أيضا في غرابة في حاسة الألم عنده، يعني هل نوبات يتحسس بألم بسيط يبالغ فيه، وهناك ألم شديد يعني يسقط سقوط قوي لكنه يقوم عادي وكأنما ما في شيء، إلى حد أنه بعض الأطفال يعني إيده مكسورة وأمه لاحظته بأنه ما يقدر يكتب، بعدين وديته للأشعة شافت إيده مكسورة كسر واضح لكنه ما حس في الألم، فإذا ممكن يكون قلة وممكن يكون كثرة في التحسس. عنده صعوبات في النوم،
هل من الصعوبة أن يخلل للنوم؟ يعني طفل التوحدي تحسس عنده للأصوات، صعوبة أن يسيطر على نفسه أو ينومها، ما يقدر يسيطر على منظومة ذاته وينومها، ما يقدر أنه مثلنا يلتهي مع أشياء ويصفن فيها بصورة طبيعية، إنما تبقى الضوء الخفيف يؤدي، الصوت الخفيف، النشاط اللي يتحركه كله يخليه متأهب، فهذه أيضا صفة فيها تدعم فكرة التوحدي. هل لديه صعوبات يعني بالطعام؟ متنحس يعني يأكل أكلات فقط محدودة، يعني يقطع جزء من الطعام، يعني يقطع مثلا الفواكه كلها، يقطع الخضروات كلها، يعني يأكل عدد محدود أو يأكل إلا بطريقة معينة، بس أكل الأم، يأكل أي أكل من الآخر. طبعا هناك صعوبات في الطعام، مثلا طبعا نرجع على التاريخ، يعني هل تأخر في النمو من حيث المشي، من حيث النطق، متى يعني بدأ؟ طبعا في الغالب الأطفال التوحديين يتأخرون في بدايات النطق، أيضا يتأخرون في تعلم الدخول للحمام، يتأخرون، فلا يكون لديه ما يسمى بالإنجليزي مايلستون، يعني عمري، يعني لا يشبه الأطفال في متى يتحرك، بس في الغالب أنه حركتهم من حيث مثلا المشي ما يصير فيه تأخر، إنما يصير تأخر في التعلم وتأخر في الكلام. هل لديه تكرار بكلمات معينة أو مقاطع فيديو يسمعها ويكررها، مقاطع يكررها أو يعني يكرر نهاية مقطع؟ ذاكرته هل جيدة؟ طبعا طفل واحد في الغالب يتذكر تفاصيل دقيقة لكنه ما يشاركها مع الآخرين، ذكريات قديمة، أسماء أشخاص، فيديو قديم، يعني تستغرب الأم والأب على قوة ذاكرة طفل التوحد. بالناحية المشاعر، هل هو مزاجي؟ بسرعة يزعل، بسرعة يعني تجي نوبات من الانفجار بحيث الأم ما تعرف تصرف وياه، تحير شلون تتعامل وياه، دائما ما تقدر ترضي وما تقدر تتوقع ردة فعله. طبعا هذه أيضا صفة يعني خطرة وأيضا تزيد على احتمالية الإصابة بالتوحد. هل يهتم بمشاعر الوالدين أو أخوته؟ يعني من تطلب منه شيء يعني أو من يصير فد مصاب معين، أنه الطفل العادي يبدأ يخاف ويحاول أنه يمشي على القوانين لأنه أمه أو أبوه يزعلون، هل تلاحظ أنه هذا الطفل يهتم بمشاعرك؟ من تزعل أنت، من تنقهر، يحاول أنه يتصرف بما يرضيك؟ لأنه قد يكون الطفل التوحدي مهتم بك مشاعريا، يعني أنه يكون عنده عاطفة تجاه الأم والأب، لكنه غالبا مصير بينهم مشاجرات بين الطفل التوحدي وبين الأم، لأن الطفل لا يطيع، وتشعر الأم هنا بخيبة أمل كبيرة لأنه لا يهتم لها أبد وإن أصابها ما أصابها، وهذه أيضا شغلة خطرة الحقيقة وتؤدي. هل لديه تخوفات كثيرة من الظلام، من المصاعد، من الحشرات، من حمام خارجي؟ هناك صعوبات وتخوفات أكثر من اللازم، أيضا هذه صفة. هل لديه ضعف في الانتباه، يكسر يدعم؟ هل يعرف محيطه، يعني من يمشي يدعم يندل، أنه مثلا غالبا ما لا يعرف محيطه، يكون قريب جدا منك، يدخل بينه وبين الكرسي والمساحة قصيرة، من يمشي دائما يفوت قدامك بتكرار، من يعني يمشي يقترب من شغلة خطرة، من سيارة، من نار، عنده صعوبة بالتحسس الفراغي، فبالتالي انتباهه على محيطه يكون صعب، أو انتباهه العام تشتت، يصير سريع، يخطأ، يكسر، يدعم. هذه أمور يعني حبينا نمر عليها. طبعا التشخيص يبقى أولا وأخيرا من خلال أطباء ذو اختصاص في الموضوع، ولا يصح لأي شخص أنه يعني يتوقع توقع إلا بالرؤية الشاملة والتدقيق وفق سكور خاص من خلال رأي الأبوين ورؤية الطفل ووصول إلى يعني نظرة شاملة للتشخيص. هذا الموضوع، موضوع التشخيص. بالنسبة للخطوات العامة للحلقات، مثل ما تكلمنا أنه إحنا رح نتكلم في هذه الحلقات على مواضيع رئيسية، شلون نعلم هذا الطفل أنه يندمج مع عائلته ومع المجتمع. نحب أن نذكر إخواني هنا على نقاط أساسية، أنه الحقيقة التشخيص المبكر لطفل التوحد
أساسي في قضية تغيير هذا الطفل نحو الطفل الطبيعي. والآن هناك الحقيقة يعني تسارع في العالم على أنه نحاول أن نشخص الطفل من أول الأشهر وليست من السنوات الأولى، وكلما تضيع عندنا سنة فنحن نضيع فرصة كبيرة للتغيير. السبب بسيط، لأنه العقل البشري في السنة الأولى ينمو بوتيرة سريعة جدا، والثانية على أخف، والثالثة على أخف، حتى يصل إلى ستة ثم يبدأ في النمو البطيء. وبالتالي الستة سنوات الأولى وأهمها السنتين الأوليين، الحقيقة التدخل والتشخيص المبكر فيها وإدخال آليات التدريب فيها ينفعنا كثيرا، حتى نطلع الطفل من خانة ومن بعبع التوحد إلى العلاقات الاجتماعية وإلى النجاح. فبالتالي هذه دعوة الحقيقة لهؤلاء الأطفال، لهؤلاء الأمهات والآباء اللي يشكون في أطفالهم بأنهم شيء من ذلك، أنه بسرعة أنه يتم تشخيصهم بالمراكز المعروفة حتى يبدأون ببرامج تدريبهم، لأنه نسبة التغيير كبيرة في السنوات الأولى. طبعا هذا لا يعني أنه الطفل عندما يكبر وحتى البالغ لا يستجيب من التدريب، ولكن عليكم أن تميزوا كيف طفل معين تعلم لغة وكيف طفل معين رجل كبير تعلم لغة. هذا يأخذ اللغة على أساس أنها تصبح هي الأساس، وهذا يأخذها كأنما ثانوية. وهكذا تعلم قيادة السيارة، تعلم قيادة، طبعا كل ما تبدأ في الصغر كل ما تحصل على تغيير قوي. فنحن نحاول من السنوات الأولى أن نأخذ بمقود الحياة الطفولية باتجاه البعد عن التوحد من حيث التدريب المبكر والتشخيص المبكر والتدخل المبكر والدعم المبكر لهذا الطفل. وهذه أساسية ردت أذكرها هنا. أيضا بالنسبة لقضية الحلقات ومحتوى، هذه أساسية. النقطة الثانية أنه نريد أن نقول أنه طبعا الطفل العقل البشري في السنة الأولى ينمو، وهناك صفة ما يسمى بالبلاستيسيتي، يعني قدرة الدماغ على أنه تتغير باتجاه ما تريد أنت من خلال تدريباتك، فيها مرونة جدا عالية خاصة بالسنة والسنتين الأولى. طبعا رب سائل يسأل يقول ما هي صفات التوحد المبكر حتى يستطيع الأم أو الأب أن يلاحظها؟ طبعا صفات كثيرة وراح نعطيها يعني راح نعطيها حلقة خاصة، ولكن يمكن أول شيء الحقيقة وجود عامل جيني وراثي، وجود أخ فيه توحد، وجود أقرباء عندهم توحد، هناك موروث جيني. اثنين، هناك طفل يعني مثلا يلاحظ عليه قليل الابتسامة، ما يناغي، ما يبتسم، ما يتواصل مع الأم، ما يتداخل مع الأم من لعبة، وخاصة حتى في أشهر الأولى يمكن ملاحظة ذلك، في غرابة في الطعام، أما يعرض عن الطعام أو يبقى يعني. فإذا هناك تغيرات بعدين نعطيها تركيز، ولكن الأم ممكن أنه تشك في طفلها الأولى في السنة الأولى. طبعا تبدأ بعد ذلك تأخر النطق يلاحظ عليه، الانفعال الزائد، ممكن تأخر الذهاب إلى الحمام، وكثير راح نتكلمها احنا في حلقاتنا القادمة. ولكن في هذه الحلقة نؤكد على ضرورة التشخيص المبكر وضرورة عدم الهروب ومواجهة المشكلة من البدايات لتحديد التوجه نحو العلاج الناجح. الحلقات اللي راح تكون، احنا طبعا راح نتكلم عن تفاصيل لاحقة، ولكن عناوين الحلقات اللي راح نركز عليها كيفية اختيار برنامج لطفلك المتوحد، يعني كيف تختار برنامج يوافق طفلك إذا تروح توديه لمركز أو تسلمه إلى مؤسسة أنه تدربه، ما هي المعايير اللي أنت تستخدمها. أيضا راح نبدي حلقة اسمها كيف تكون في نقطة تركيز ابنك، يعني البداية التعلم أنه ابنك دائما هو لا يبصر إليك، ما يهتم بك، ما يباوع عليك، أنت كيف تستطيع أن تضع نفسك في نقطة في نقطة السبوت لايت مال التركيزه. هنا الطفل ما يجبر على أنه يعني هذا كلام ما يجبر على أنه يعني إلا بالضرورة يعني أنه هو ينتبه، لازم أنت تذهب إلى نقطة انتباهه حتى يقدر أنه يخليك في
السبوت لايت. هذا موضوع بعدين نتكلم في حلقة مفصولة. بعدين الحلقة الأخرى كيف تبحث عن ضحكة أو ابتسامة أو رغبة عند الطفل حتى تبدأ من تلك الضحكة أنه تبدي وياه أنه تتواصل وياه حتى تقدر تسوي وياه تلعب وياه وحتى تستغل كل فرصة اللعب هاي حتى تبني فرص كبيرة لتعليمه، لأنه هو اللعب خاصة في الطفولة أساسي في تعليمه، وبالتالي إحنا يركزون كثيرا على اللعب على أنه يكون في الطفولة، لأن هو حقيقة في أرض خصبة لنمو التعليم في اللعب. طبعا الحلقة اللي بعدها راح تكون استخدام الألعاب الجسدية الاجتماعية من أجل التدريب، يعني كيف تستطيع أن تستخدم المطاردة، الطفل اللي يعني بدون ألعاب يعني تفره في الهواء، الشيلة وتذبه من فوق، الدغدغة، تغني له، هذه الأشياء الاجتماعية شلون نستخدمها احنا وشلون نوسعها وشلون نقويها حتى تكون أداة نافعة في توسيع فرص التعلم لدى الطفل، لأن احنا غايتنا أن نستغل كل فرصة من أجل أنه نوسع قدرات طفلنا في أنه يتواصل معنا حتى يبدي يخرج من هذا البالون، بالون التوحد. أيضا كيف تستطيع أنه تعلم الطفل ما يسمى التفاعل والتناغم مع الآخرين، الباك أند فورث، يعني تعرفون مثلا الكلام هو فيه أخذ وعطاء، conversation، فأنت عليك أن تأخذ فرصتك تتكلم تصبر على الآخر، هذا الconversation اللي هو التخاطب. وأيضا اللعب دورك ودوري، دورك ودوري، هذه أساسية في قضية التعلم وإخراج الطفل من وحدته. أيضا كيف تنمي وتعلم الطفل التواصل غير اللغوي اللي هو يعتبر الأساس التحتاني اللي يبنى فوقه التواصل اللغوي، وكنا يعرف أن التواصل اللغوي اللي يمثل هو حركة الجسد، تعابير الوجه، نبرة الصوت، يعني الإشارات، الحركات، كلها هذه الداعمة هي أول ما يتعلمها الطفل قبل ما يأتي النطق، فالنطق يجلس على تلك الحركات اللي هو ذاك الطفل أولاً يشر لك ويعني ويستخدم الإشارة ويستخدم جسده، فبالتالي يبدأ تواصل لا لغوي ثم تبدأ اللغة، وبالتالي مهم جدا أن نطور هذا لأنه يكون ضعيف عند الطفل التوحدي. أيضا استخدام تقنية الABA أي ما يسمى تحليل السلوك التطبيقي، يعني اللي هو ما يسمى بالApplied Behavior Analysis، هذه أيضا شلون نستطيع أن نستخدم الABA حتى نطور الطفل به، هذا موضوع أيضا نتركه إن شاء الله لوقته. أيضا كيف تستطيع أنه تستخدم ما يسمى التظاهر أو التصنع حتى تعلم الطفل، لأن الطفل الحقيقة المتوحد عادة لا يتظاهر، وهي أساسية على مود يتعلم يتظاهر، يعني احنا نقول يعني يستعرض انه يشوف يشارك خبراته، هذا هو أساسية. الطفل التوحدي غالبا يكون ضعيف او قليل او حتى ما يستعرض. ايضا بعد ما تعلم هذه المجموعة من الحركات او هذه التدريبات ممكن جمعها بعد ذلك في نموذج واحد، كيف تطبق تلك الآليات جميعا مع بعض حتى تستخدمها في الفعاليات اليومية، حتى أنت تدرب طفلك وأنت توكله وأنت تبدله وأنت تغسله وشون تصنع تغسله وشون وأنت تلعب معاه في ألعابه وأنت تمزح معاه وأنت كيف تجلس أمامه وجها لوجه، كيف تستغل كل كلمة وكل حركة حتى تصنع منها فرصة أن يتعلم هذا الطفل، أن يتعلم التواصل بكل أنواعه، أن يتعلم التداخل. فهذه وثم نأتي بعد ذلك بحلقة أخيرة تمثل ما هي الألعاب اللي يحبها الطفل، ما هي المصادر المهمة، فمعلومات تهم الوالدين في هذا الموضوع، وإن كنا طولنا عليكم ولكنه مهم جدا أن نفهم بأننا نحن سنحاول أن نستغل كل فرصة في حياتنا اليومية وخاصة عند الأطفال اللي هم في السنين الأولى حتى نصنع منهم أطفال متفاعلين مع المجتمع، لديهم قدرات تواصلية ناجحة، لديهم نطق طبيعي، لديهم اهتمامات مشتركة مع الآخرين، يستطيعون أن يتوقعون ويقرؤون وجوه الآخرين، هذه الأساسية، فيخرجون من هذه العزلة
إلى العلاقات، إلى الاجتماعيات، إلى قدرات تعلم كبيرة. تابعونا على الحلقات الجاية، وإن شاء الله يعني نستمر وياكم بحلقات متواصلة ونحاول أنه نختصر. وشكرا لكم ومع السلامة.